صباح الخير طلاب الصف السابع. اليوم رح نبلش بمراجعة الأولى تحت الأكشن باك. الجرامر عندنا present simple. present simple أو simple present وهو الرابع البسيط. مشان نعمل ملخص سريع أسندلكوا هذا الجدول في حالة المفرد وفي حالة الجمع. ونعرف إن الجملة تكون كم نوع؟ تكون ثلاث أنواع، إما تكون جملة مثبتة affirmative أو منفية فيها not، تمام؟ أو النوع الآخر اللي في حالة السؤال، تمام؟ هلا إذا كان عندي مفرد ومثبت، الجملة مثبتة والفاعل مثبت، أنا بضيف للفعل S أو ES أو I ES، هيك أخذنا. إذا كان عندي مثبت مع جمع، بس شو بيطلع عندي؟ الفعل لازم يكون شماله verb base، الفعل مجرد. في حالة النفي بنفي المفرد باستخدام doesn't وبنفي الجمع باستخدام don't. ونلاحظ ان بعد افعال doesn't و don't شو بيش عندي الفعل السابع؟ الفعل مجرد مستذكر. عندنا ايضا اخر شيء السؤال بسال. اذا كان عندي مفرد وحاله سؤال بسال ب does، سؤال وجمع بسال ب do، والافعال base form. القاعده العامه بعد افعال do بيجي عندي الفعل مجرد، بيجي عندي الفعل مجرد. طيب now choose the correct answer. خلينا نلقي الإجابة الصحيحة. My friend often draws a nice poster. عندي بداية واحد بحدد نوع الجملة. هل في عندي not form؟ لا. إذا الجملة مش منفية. هل في علامة سؤال آخر إشي؟ لا. إذا الجملة مش سؤال. شو معنى الجملة يا سابع؟ الجملة نوعها مثبتة. مثبت زائد my friend. my friend مفرد ولا جمع؟ مفرد. باجي مثبت زائد مفرد شو بضيف؟ s e s i e s. اذا الاجابه مش draw، الاجابه عندي draws. 2 first i gets up then i have has dinner. خلينا نشوف. first i الجمله مالها؟ الجمله نوعها مثبت زائد I تعامل معاملة الجمع ولا المفرد؟ تعامل معاملة الجمع. انتبهوا، I تعامل معاملة الجمع. إذا بطلع عندي مثبت زائد جمع، شو الإجابة يا سابع؟ الفعل لازم ألاقيه مجرد. ف first I get الإجابة الصحيحة get up then I. I تعامل معاملة الجمع. الجمع have ولا has يا سابع؟ طبعا have. I have عمري ما بحكي I has، دائما I have تعامل معاملة الجمع. 3 I don't doesn't clean the window. طيب الجملة مبين انها ايش مالها؟ فيها not، اذا الجملة ما فيها. طب عندي I، ال I جمع ولا مفرد؟ جمع. حكينا الجمع بالنفي، هي جمع وهي نفي. نفي مع جمع شو الإجابة؟ الإجابة عندي don't، تمام؟ لاحظوا بعد افعال الدو ايش بيجي عند الفعل؟ مجرد، تمام؟ he don't doesn't play football. طيب he مفرد ولا جمع؟ احسنتم، he مفرد. المفرد باخذ don't ولا doesn't؟ خلينا نطلع نشوف. هي المفرد، مفرد معاه doesn't ولا don't؟ بيجي معاه اكيد doesn't. اذا بنختار doesn't والفعل بنلاحظ انه play الفعل بيجي عندي base form. Now let's complete 5. Do or does pilots arrive an hour before their flight? هلا عندنا do or does. أنا كيف بدي أحل؟ do ولا does؟ برجع لكلمة pilots. إيش معناها؟ جمع. الجمع إيش بوخذ؟ هي الجمع. وحل السؤال. السؤال والجمع شو بوخذ؟ do ولا does؟ بوخذ do. يعني بحكي do pilots. 6. A pilot works daily. A pilot مفرد ولا جمع؟ يعني one. إذا مفرد. مفرد شو بأخذ بحالة الجملة المثبتة؟ بأخذ s، رح تكون الإجابة works. It doesn't demand any experience. عندي it doesn't. doesn't نفي. بعد أفعال الدو إيش بيجي الفعل الناحي مين؟ بيجي عندي الفعل base form مجرد، ما بصير أضيف له أي إشي، أوكي؟ The last one do they want
عندي دو افعال دو شو بتعمل بالفعل تاخذ وونت ولا بتاخذ وونت؟ طبعا بتاخذ وونت. الفعل يجب ان يكون بعد افعال الدو مجردا.